المشكلة العراق بانعكاسات، ومشكلة العراق أيضا سيكون ضمن الخارطة للأسف. يعني قصدي إحنا مو بعيدين عن الحدث، أنت مو بعيد. هو هذا اللي أقول. أنت مو بعيد عن الوضع الإقليمي والدولي مستحيل. أنت تتوقع طبيعة الانعكاسات اللي ممكن تكون على العراق؟ والله أستاذ نصير أحكي لك ثلاث شغلات رئيسية. نعم. أولا علينا أن نفكر بأنه توازن. منطق العقل. تمام. منطق العقل بأنه إحنا شنو عندنا قوة، شنو مقابلنا. زين. واحد. اثنين. نفكر مرة ثانية وبشكل ودي وبشكل محترم وبشكل عقلاني مصلحة العراق. العراق شبع شتل، جاء داعش وهو العوبة، جت القاعدة وهي العوبة، وجت الحرب الطائفية وهي العوبة، وهسه نروح على النجف مقبطة، نروح على الكرخ مقبطة، نروح على مقابرنا مقبطة، وكلهم ولدنا والضيم على جهالهم، أيتام وأرامل وكذا. والعراق هذا اليوم العراق يركض مكيف، طلعت له ويترعاية أخذ له 200 و150 ألف. هذا مو العراقي، هذا مو العراقي يعيش في جذلة. صح. مو العراقي يعيش في جذلة، كافي عيب. ونطلع احنا اليوم جبت 1000 واحد رعاية، يعني انت عندك معناه 1000 جوعان بديرتك، منطقة هالكبرة، عيب عليك استاذ تقول انا سياسي. احنا نكشخ بها على مود انتخابات، بس هي معيبة. وينطل هذا 10 ورق، وينطل ذاك 20 ورقة، وينطل ذاك 30 ورقة على مود يطلعوا له رعاية. وينك ايش منطق بالحياة؟ وهذا العراق ما معقولة استاذ نصير، ما معقول. السياسيين يستغلون المواطن بشكل مو طبيعي. ما معقول، الحكي مو صحيح، الحكي مو صحيح. اذا دعتك قدرتك على ظلم الناس فتذكر قدره الله عليك، انت وين رايح؟ فعلينا ان نفكر بوضع عقلاني. القوه الكبار وين؟ ما يقبلون يفكرون. اسمح لي، القوه الكبار شنو؟ وانا وين رايح؟ زين. ونتيجتها شنو؟ زين. يفكرون بهالطريقه هم الان؟ إذا ما فكروا هاوي، لا أو أنت حسب رؤيتك، لا إذا ما يفكر قربك يفكرون بهالطريقة هاي؟ تاج راسي حضرتك، يعني أنت اليوم تنظر من ضربة بغداد بصف وزارة الداخلية، اختالوا قسم من الأخوة قبل 3 أشهر 4 أشهر. نعم. صح؟ أكثر 5 أشهر 6 أشهر. نعم. بالضبط. مو صحيح؟ نعم. إحنا وين يعني ردينا، ضربنا حديثة وضربنا مدروين، ضربنا مدروين، هو ده يستهدفك ببيتك اليوم. انت اليوم المنظومه مو البارحه هاي الهواتف اللي انفجرت بلبنان يعني ما تجي على بال احد. هسه الناس ابشرك قام ياخذها تليفون مرتي يحطهم بعيد يطقن. صحيح. يعني المخطط اللي علينا كبير، بس ما حد يفتهم شو القصه. هاي تليفوناتنا، هذا تليفون هسه اللي عندك مستهدفك، مستهدف بيتك، مستهدف عائلتك، مستهدف كل شيء يعرفون عنك، انت كتاب مفتوح قدامهم. جيد. وشلون؟ طيب هاي لما هم يعرفون انه هو مستهدف والبلد مو بالمستوى المطلوب إدارته، والشعب يحتاج الكثير من الأشياء، هم يراهنون على قضية معينة، لو هم عاجبهم هذا الوضع يبقى بالفوضى عم يبقون. خلينا نحكي بكاشف. لا لا، الفوضى ما تخلي قيادات الفوضى. خلنا حاجيك الفوضى، شوف، لا السلاح، لا السلاح الفوضوي، ولا الفلوس الفوضوية، ولا تصرفات الفوضوية تجيب سوي قادة. يصير مرحلة 5 أشهر، 5 سنين، 4 سنين، 10 سنين، بعدين ما تلقي. زين. هذا واحد. اثنين، احنا اذا ما نجي ننظم عمليتنا السياسية، ننظم عمليتنا السياسية بطريقة اللي تخليك اكو حكومة واكو معارضة بطريقة الصحيحة. خلي يصير انكو تلتين. واحدة سنة شيعي كردي، واحدة سنة شيعي كردي، وتدخلوا انتخابات، واحد حكومة واحد معارضة. صح. ما يقبلون، كلهم يصيرون بالسلطة. يعني قصدي ما حد يقبل يصير معارض. حلاوة السلطة مهمة. يقول لك يا بت ليش بتصير معارضة تقويمية قادرة على أنه تساعد الحكومة؟ يقول لك أنا إذا مو بالسلطة ما أقدر باكر بالانتخابات الجاية أفوز. تعرف أنت حضرتك إذا أكو مقاومة، إذا أكو معارضة بناءة، سلطتها أكبر من الوزير؟ لو أكو، بس غير ما أكو. ها، فأنت أنا دعت معارضة، المعارضة للصب بمصلحة البلد، مو المعارضة على مدى سقط الصين حتى لا اشتغل صح.